أنا آسف يا جماعة، مش هقدر أديكم المحاضرة النهاردة. الله، على فين يا دكتور؟ أنا دكتور بلا زفت. افتح يا ابني بيرة. بيرة؟ مش عوايدك يا دكتور. يا سيدي افتح وخلصنا. حاضر. هند، ايه اللي جابك دلوقتي؟ قضيت عليك، بكلمك من امبارح ما بتردش. رجعت متاخر، في حاجه؟ لا، انا عايزه اطمن عليك. طمني، انا كويس. انت ليه بتكلمني كده؟ ليه متغير معايا؟ مش متغير ولا حاجه، ده طول عمري كده. بس انا في اليومين اللي فاتوا دول شفت راجل تاني خالص. راجل اهبل. لا مش صحيح. انت ليه عايز تعزل نفسك تاني؟ خايف لحياتك تتغير؟ وانت بقى اللي هتغيري لي حياتي؟ انت مش حاسس ان اليومين اللي فاتوا دول كانوا احسن بكتير؟ لا، الاول كان احسن. لا، الاول ما كانش في حاجه خالص. قافل على نفسك. وايه المشكله انك حاولت في حاجه ما نفعتش؟ مش هي دي المشكله. المشكله نشيل الخوف ده من جواك عشان يبان الوش التاني، الوش الجميل اللي انا شفته. نفس الدنيا كلها تشوفه معايا. مش عارف هتفهميني ولا لا. انا بحبك وبخاف عليك. طيب اوكي، يبقى احنا كده جاهزين للباك شوت الجاي اول ما تجهز الهاند موديل. ازيك يا طارق؟ اهلا. ازيك يا هاني، اخبارك ايه؟ الحمد لله. مبروك يا سيدي. مبروك على ايه؟ انا سمعت انك كسبت هند. احسن برضه. بس ليه البت دي يا عم بتلعب على كل لون؟ دي حتى الايام دي ماشيه مع راجل كبير وبصرف عليه. لا يا راجل. يا ابني الناس دي ما يهمهاش غير ان حد يبقى في ظهرهم ويطلعهم السلم. وانت سمعت الكلام ده منين؟ اسمع مني، دي حتى عملت لي الحبتين دول قبل كده. ها؟ بس انا سقعت لها. روح يا ابني، انت فعلا ربنا بيحبك. تصدق يا اخي ان انت طلعت واد وسخ. وسخ؟ وسخ. انا الحق عليا يا عم. طب قوم بقى، قوم بدل ما لطشتك، قوم. Thank you.
الو الو دكتور محمود، حضرتك فاكرني؟ انا طارق. فاكرك. انا كنت عايز اقابل حضرتك ضروري. بخصوص ايه؟ صباح الخير يا فندم. تحب حضرتك تشرب حاجه؟ تشرب ايه؟ ولا حاجه شكرا. كابتشينو. انت ايه اللي بينك وبين هند؟ انت بتسالني بصفتي ايه؟ بصفتي اني بحبها، ومتاكد كمان ان هي بتحبني. ولما انت متاكد قوي كده خايف مني ليه؟ لا انا مش خايف منك، بس هي بنات ساعات بيتهيأ لها ان الراجل الكبير انضج واهدى. انا متهيألي ان المناقشه دي لازم تكون بينك انت وهند، انا ماليش مكان فيها. لا، في حاجه مهمه ولازم تعرفها كويس قوي، ان انا مش ممكن ابعد عن هند. اديني يا سيدي عرفت. اي خدمه تانيه؟ انت مستهزئ بكلامي؟ مش مهم. عموما انا حبيت اقول لك على اللي عندي. انا كمان عاوز اقول لك اللي عندي. الحكايه ولا هي سن ولا نضج ولا غيره، في مشكلة بينكم انتوا الاتنين، يوم ما تعرف تحلها هتلاقيها هي اللي بتجري وراك. انت فاهم غلط. انا مش عايزة تجري ورايا، انا عايزة معايا. عن اذنك. هند طارق برا.